السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم لورد اس جيمنج. النهاردة يا جماعة هنلعب لعبة وورلد فوتبول ليجا. النهاردة يا جماعة هنلعب بفرقة يا جماعة مصر ضد فرقة الكاكا. يلا بقى يا جماعة، الماتش الفيديو ده يا جماعة انا عامله عشان نهزق في اسرائيل يا جماعة. فا اوكي، هما ده لبسهم، اصلا لبسهم معفن قوي، فا اوكي خليه بالاحمر والابيض. اوكي النهارده يا جماعه انا مش هسيب اي فرصه لاي لاعب حرفين يا جماعه. اوكي انا عندنا بقى ايه يا جماعه في التبديلات؟ عندنا لعيبه كتير، عندنا مثلا عمرو السوليه دي اف، اوكي نحطه بدل دوت حلو. وعندنا يا جماعة وائل جمعة وحجازي وطارق حامد والنني وقفشة وصلاح. صلاح عايزينه بدل تريزيجيه بدل محمد ده. اوكي عندنا مين تاني؟ عندنا زيزو ام اف، عندنا عايزين بقى نغير ام اف، نطلع مثلا محمد ده، محمد نطلع محمد ونخلي زيزو. اوكي ثواني في حاجة هنا. اوكي عندنا مين تاني بقى يا جماعة؟ عندنا هاني، محمد هاني دي اف. عندنا مين تاني دي اف؟ عندنا مش عارف مين ده بصراحة، نطلعه ونحط هاني. ثواني اشوف حاجة. اوكي بس محمد هاني مش قوي في اللعبة. اوكي بلاش هاني. اوكي وعندنا محمد شريف، وعندنا ده منصور، ده معرفش اسمه ايه بصراحة يا جماعة. اوكي خلونا هو كده الفرقة حلوة. اوكي وعندنا وائل جمعة يا جماعة، وعندنا اللعيبة بتاعت مصر كلها. اوكي ليتس جو عشان ندخل نهزق اسرائيل، يلا بينا يا جماعة. اوكي يلا ليتس جو. تريزيجي لا صدها الحارس يا جماعة. اوكي نخلي الريكوردر هنا و باص لحجازي. يلا حجازي. لكن يا جماعة حجازي اتقطع منه الكورة، ان شاء الله في غيرها. محمد صلاح يحاول يضغط، وزيزو قطعها. قفشة مجدي. يلا بإذن الله هتتجاب. يلا تريزيجيه. الله الهدف الأول لمصر لتريزيجيه. اوكي يا جماعة هدف والله عالمي. بصوا قفشة شاطها، راح صدها الحارس، راحت لمست رجل تريزيجيه يا جماعة. اوكي يلا. اوكي عندنا هنا اللعيبه بتاعت اسرائيل بتاعت الكاكا يا جماعه. اوكي عن النني قطعها. النني يلا يا نني، يلا يا نني. لا ايه ده بقى ده النني. يلا يا نني. الله عليك النني، سجل الهدف الثاني لاسرائيل لمصر قصدي يا جماعة، انا قصدي انني يسجل الهدف التاني في اسرائيل. اوكي يا جماعة بصوا الحارس اتكف على وشه. اوكي عايزين نسجل بصلاح بقى يا جماعة. اوكي يلا بإذن الله نقطع بإذن الله. وائل جمعة. يلا يا رجالة. لا الحمد لله ما فيش حاجة حصلت. اوكي اصلا اساميهم معفنة اصلا. اوكي ده مش ها... ده مين ده؟ ده مين ده يا جماعة؟ محمد حمدي ده ولا اسمه ايه ده؟ اوكي الشناوي، عندنا الشناوي حارس اسطوري. اوكي حارس الاهلي. اوكي يلا بإذن الله نسجل هدف تالت. انا هبهدلهم شبه ما بهدلت فرنسا كده يا جماعة. اوكي النني يلا النني يلا باص. لا
باك باص، كنت عايز اعمل باك باص يا جماعة بس ما نفعتش. اوكي يلا صلاح اضغط يا صلاح، اضغط يا صلاح. صلاح ضغط وقطعها يا جماعة. اوكي بيحاولوا يضغطوا على ابو مكة لكن مش هيعرفوا، وشوت يلا بقى لكن ما دخلتش. اوكي حجازي، ايوه كده، انا مش هدي فرصة لاي لاعب اسرائيلي. افشة 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 افشة، ويشوط افشة، والهدف التالت لمحمد مجدي افشة. اوكي يا جماعة الهدف التالت لمحمد مجدي افشة. اوكي هدف يعني جميل يا جماعة. اوكي يلا بإذن الله. وائل جمعة وائل جمعة وائل جمعة، اضغط يا وائل لكن حجازي قطعها. حجازي يا جماعة ايه رأيكم نجرب نسجل هدف بحجازي؟ اوكي يلا يلا بينا نجرب. اوكي يلا حجازي يلا حجازي حجازي حجازي، اتقطعت منه، كان خلاص فاضله سنة ندخل منطقة الجزاء يا جماعة، حرام والله. اوكي صلاح صلاح قطعها، صلاح صلاح صلاح، لا ايه ده، هدف يضيع ده بذمتكم بذمتكم يا جماعة يعني ما يضيعش. اوكي احمد السيد زيزو يلا. اوكي ما اعرفش مين اللي معاكم ده. اوكي طارق حامد طارق حامد يلا، طارق حامد طارق طارق حامد طارق حامد يلا يلا طارق حامد، وطارق حامد يسجل الهدف الرابع لمصر. طارق حامد يسجل الهدف الرابع لمصر يا جماعة. اوكي شفت الكوبري، شفت الكوبري اللي دخلته فيه بطارق حامد. اوكي يا جماعة بقت كباري كمان، ده انا هبهدلكم النهاردة. بصوا يا جماعة انا هعمل سلسلة نبهدل فيها اسرائيل بالفرق العربية، احنا عندنا مصر وعندنا قطر والسعودية والعراق وايه كمان يا جماعة، الجزائر كمان موجودة. اوكي تريزيجيه 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 تريزيجيه، لكن تتصد يلا يا تريزيجيه. اوكي امسكها، ايوه تريزيجيه استحوذ عليه، لا يلا يلا حجازي حجازي يا حجازي بقى، كنت اعملها يا حجازي بس هو اللي ضاغط عليا واقف قدامي بقيت كده يعني. ماشي ماشي ما انا برضو هضغط عليكم. اوكي وائل جمعة وائل جمعة يلا يا وائل جمعة، برافو عليك. اوكي قفشة قصدي زيزو، زيزو كانت هتتباصي القفشة بس زيزو هو اللي كان ورا قفشة فالحقها الأول. اوكي يلا زيزو كمل يا زيزو كمل يا زيزو زيزو يلا زيزو يلا يا زيزو يلا يا زيزو، لا 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 بقى لا يا جماعة والله العظيم ده هدف يضيع. يلا يا قفشة يلا يا قفشة قفشة، لا 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 يا جماعة لا والله كان فاضل لها سنة وتدخل، ايه ده والله كان فاضل لها سنة واحدة. اوكي يا جماعة والا الجول اللي كان هيسجله زيزو، يا نهار ابيض. يلا يا صلاح صلاح صلاح، تطلع كورنر، لا مش كورنر الدور لسه جوه الملعب، والله لسه جوه الملعب يا جماعة. اوكي يلا زيزو، وهم مش عارف ليه يا جماعة اللعبة دي بتحط يعني راء في كل الأسامي، ار اللي هي حرف الار. اوكي قفشة قفشة قفشة، يسجل الهدف الخامس يا جماعة، مش عارفة أعد من كتر الأهداف يا عيني. الهدف الخامس لقفشة يا جماعة، لا مش هو اللي سجله قفشه لكن مش 5 اهداف بقفشه. اوكي يلا يا تريزيجيه قطعها قطعها، تريزيجيه 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 يسجل الهدف السادس في الاسرائيل يا جماعه، 6 في الشوط الاول متخيلين. اوكي يلا يلا يا وائل جمعه، يا وائل جمعه كانت خلاص هتلمس صدرك. اوكي قفشه يوصيها لوائل جمعه وائل جمعة وائل جمعة وائل جمعة، يا وائل جمعة انت بتعمل ايه؟ اوكي يا جماعة انا متماس ليهم لصالح نادي الكاكا. اوكي عندنا طارق حامد، لا ده مش طارق حامد، ده اللي طارق حامد. اوكي انا معرفش مين ده بصراحة يا جماعة،
يعني اللاعب ده معرفوش بتاع مصر ده. اوكي، الشوط الاول خلص بنتيجة 6-0. اوكي ليتس جو يا جماعة، الماتش ده هيبقى يعني بصوا انا مش هخلي اسرائيل يعني تستحوذ على الكرة كتير. اوكي زيزو، لا يا جماعة في ايه بقى، انتوا هتبدأوا تسخنوني عليكم ولا ايه؟ اوكي كل شوية كل ما امسك الكرة يقطعوها، انتوا كده بتسخنوني عليكم. اوكي بصوا يا جماعة بيسخنوني ازاي، وائل جمعة ويسجل هدف السابع، وائل جمعة، بس هدف كان اسطوري في الزاوية. اوكي يا جماعة وائل جمعة يسجل الهدف السادس في الزاوية اللي تحت، بصوا في الزاوية ازاي يا جماعة، في الزاوية بالظبط. اوكي صلاح يقطع، صلاح يلا يا صلاح، لكن تتصد، يلا طارق حمد، الله الله على الهدف العكسي، الله على الهدف العكسي يا جماعة، على الهدف الثامن، واو يعني انا شطها الحارس صدها وهو ما صدها دخلها جول في نفسه. بصوا الهبل يا جماعة، بصوا الهبل يا جماعة من كتر قوة التسديدة بتاعتي. اوكي والله هذا الهدف الثامن هدف جامد يا جماعة. اوكي وائل جمعة يقطعها وزيزو، يلا يا زيزو، لا هو في البليه معلقه يا جماعه. اوكي حجازي انا كنت عايز اسجل هدف بحجازي يا جماعه، يلا حجازي ان شاء الله هيسجل الهدف التاسع. حجازي وتريزيجيه، يلا شوطها يا تريزيجيه، يا تريزيجيه ايه ده، والله كانت فرصه ما تضيعش، ايه ده يا جماعه، انا دوست على الزرار والله. شو يلا 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 يا محمد صلاح، ازاي تتقطع كده محمد صلاح بسهولة. اوكي قفشة، يلا يا قفشة، ايه ده يا قفشة ده. اوكي زيزو يقطعها، لا ده كده بيرقصني بقى، طب خد دي، وائل جمعة يقطعها منك، زيزو ما قطعهاش، وائل جمعة يقطعها. اوكي يلا يا حجازي، يلا يا حجازي، حجازي انا مش هيأس يا جماعة، احقق الحلم. حجازي بس تتصد، لو كنت طلعت قدام شوية كان زمانها هدف يا جماعة. اوكي ليتس جو، يلا محمد صلاح اقطع يا محمد صلاح. اوكي يا جماعة انا لزقت فيه يا ما قطعهاش ازاي. اوكي يلا يا جمعة، يلا يا وائل جمعة، يلا يا وائل جمعة اقطعها، لا ايوه كده، الله عليك، مين بقى اللي طلعها، اللي طلعها كان مين، هو عموما ما اعرفش بس ايه هو جامد. يلا النني، يلا صلاح يا صلاح، يا صلاح كده ليه يا صلاح، طارق حامد، يلا يا طارق حامد، يلا يا طارق حامد اقطعها، طارق حامد ويسجل الهدف التاسع، طارق حامد يسجل الهدف التاسع في إسرائيل. اوكي يا جماعة هدف حلو، اوكي عايزين نسجل بزيزو، عايزين نسجل بعجازي يا جماعة، عايز اسجل بالاتنين دولت. اوكي يلا يا زيزو، يلا يا زيزو، زيزو خد يا زيزو، اوكي يلا يا زيزو اطلع كده، ايوه راوغ، لا يا زيزو كنت ماشي حلو والله. اوكي يا بقفش، يا اللي قصدي يا بزيزو يا حجازي، عايز حد من الاتنين دولت. اوكي خدها، حجازي هو اللي مسكها، حجازي يلا يا حجازي، يلا يا حجازي، لا يا جماعة يلا زيزو اقطعها، ايوه كده، لا انا رجعت ورا ليه، اقطع، ايوه كده حلو. اوكي غطيت على الكوره ولفيت، بعد كده بجري بقى عشان اسجل الهدف، يلا باذن الله هدف 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 هدف، لا يلا يا تريزيجيه، يلا يا تريزيجيه، والهدف العاشر، صدتين ورا بعض والهدف العاشر يا جماعه،
قلت لكم مش هدي فرصة لا للحارس ولا للعيبة، مش هدي فرصة لأي حد. اوكي بصوا يا جماعة، وتريزيجيه هو اللي شط اول تاني شوطة، وبعد كده تالت شوطة هي اللي هدف تريزيجيه. اوكي وائل جمعة ليه؟ أفشة أفشة أفشة، يلا يا أفشة، يلا يا أفشة، يلا يا أفشة، يلا يا أفشة، يا أفشة كمل ليه كده. اوكي وائل جمعة ليه؟ زيزو 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 زيزو، يلا يا زيزو زيزو زيزو، الهدف الهدف الحداشر، الهدف الحداشر لزيزو، الهدف الحداشر يا جماعة لزيزو، سجلت بزيزو. اوكي فاضل حجازي، ان شاء الله نسجله في الدقائق الاخيرة دي يا جماعة، في الدقيقة خلاص 82. اوكي يلا يلا حجازي، فين حجازي؟ اهو يا حجازي، تعالى بقى اقطع اقطع، ايوه كده، لا 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 لا، ايوه كده شناوي، يلا الوصية على حجازي، يلا يا حجازي 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 حجازي، يلا حجازي. اوكي يلا 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 يلا، ايوه كده، عدي عدي عديني بس كده، هقول لك حاجة بس، يلا بقى يا عم يا حجازي، يلا صلاح، يلا يا صلاح يا صلاح، ليه كده؟ اوكي حلو حلو الباك باص ده يا جماعة من حجازي. اوكي يلا يا تريزيجيه، اوه ماي جاد على الهدف، اوه ماي جاد على الهدف يا جماعة، اقسم بالله هدف اسطوري بتاع تريزيجيه. بصوا يا جماعة الهدف، بصوا الهدف يا جماعة، بصوا في الزاوية بتاعة العارضة. اوكي يا جماعة اوكي، يلا وائل جمعة قطعها قطعها، وائل جمعة وائل جمعة، يلا صلاح 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 صلاح، يلا صلاح بقى سجلي بقى يا صلاح بقى، يلا يا صلاح، يلا يا تريزيجيه، يلا يا تريزيجيه، يلا هوي، لا لا يا جماعة. اوكي يا جماعة الماتش خلص بنتيجة 12-0. اوكي انا بقول لكم دي فرقة تعبانة مش هتعرف تلعب. طبعا يا جماعة وقفنا لحد هنا، متنسوش تعملوا اللايك وشير سبسكرايب، وقولوا لي انا بقى اعمل بلاد من بلد ايه وبلد ايه المرة الجاية، او عندنا يا جماعة فرق في الدوري الاسباني والانجليزي، قولوا لي بقى يا جماعة في التعليقات انتوا عايزين ايه، ويلا سلام.